أما هلأ بننتقل ليا لفقرتنا التالية، موضوع بهم كل الصبايا والسيدات، الاعتناء بالبشرة خصوصا في فصل الشتاء. بنعرف قديش بيأثر على البشرة ونضارتها، وأصحاب البشرة الجافة اللي بيعانوا أكثر شيء بفصل الشتاء. لنحكي عن هذا الموضوع أكثر معنا جيهان أدريس، خبير التجميل. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباحك يا حبيبتي، الله يسعدك يا رب. يسعد صباحك. بالبداية أكيد كلنا بنعرف البشرات أنواع، وأيضا في بشرة مختلطة. خلينا نحكي عن أنواع البشرات يعني هيك الموجودة بهي المنطقة، يمكن نحن بنتمتع بنوعية بشرة غير باقي المناطق. هلا عنا أنواع للبشرة، عنا البشرة الدهنية، وعنا البشرة المختلطة، وعنا البشرة الحساسة، وعنا البشرة الجافة. اللي اكثر شيء هلا بفصل الشتاء بيعانوا يعني من امراض البشره الجافه هن اصحاب البشره الحساسه والجافه. معنى كلمه البشره الجافه او المصطلح الطبي للبشره الجافه هو اكسيروسيس، هو مصطلح طبي يوناني. اكسيرو معناتها الجاف، واوسيس معناتها المرض. هو بصراحه مرض، يعني هو البشره الجافه هو مرض، والبشره الدهنيه هو مرض، بس احنا بنقول عنهم انه عده بشرات يعني. طيب خلينا نحكي عن كيفية العناية بالبشرة الجافة، وكيف فينا فعلا يمكن خصوصا في فصل الشتاء نعتني فيها بشكل سليم، لأنه هي من أكثر البشرات اللي بتعاني بفصل الشتاء. أول شيء لازم نحن موضوع العناية والوقاية. أول شيء أنه نحن نبعد عن المسببات لتهيج البشرة الجافة، اللي هي المكونات المستحضرات الطبية أو المستحضرات التجميلية اللي بنحطها على بشرتنا، اللي بتكون في مكوناتها شيء كحولي أو شيء مادة بتسحب الدهنيات من بشرتنا. نحن تحت الطبقة الثانية من الجلد في شيء مادة اسمها هايلورونيك أو مواد دهنية، هاي المواد بتسحبها. إذا امتصت المواد الطبية أو المستحضرات الطبية امتصت هاي المواد، صار عندنا بشره جافه. بتصير بتعمل لنا حكه، بتعمل لنا حرقه، بصير عندنا تشققات بالبشره. كيف بنعتني فيها او كيف نحن نقي حالنا انه نحن ما نتعرض لهي البشره؟ بدنا نبعد عن اسبابها، كمان بدنا نبعد عن المي السخنه بالشتاء. احنا بكون هدفنا انه نحن ندفي حالنا، نلزق بالصوبيا، نتحمم بمي سخنه. بدنا ندير بالنا من هاي القصص لحتى لانه هي بتهيج البشره الشقيقه. نعم جيهان، خلينا نحكي كثير في مستحضرات يمكن خلطات طبيعيه موجوده على الانترنت، موجوده عند العطارين، بيقولوا لك هي لهي البشره وهي لهي البشره. اليوم قديش ضروري انه نحن يعني اذا بدنا نحط اي شيء على بشرتنا انه نحن نراجع طبيب، مو نوثق بكلام مين من كان او اختصاصات ما بعرف شو هي، لازم يمكن طبيب مختص جلديه هو اللي يخبرنا انه فينا ناخذ هي المستحضرات او لا. طبعا هلا بكون نحن بشرتنا دهنيه، يعني انت بتكون عندك حب شباب وبيكون عندك دهنيات ببشرتك، بتروحي بيوصفوا لك، كل حدا بيوصف لك شيء، اه بصير بشرتك جافه. يعني من كثر ما انت مثلا بتاخذي الرتان، مثلا بتاخذي حبوب بتنشف مشان تنشف لك الدهنيات اللي ببشرتك بشكل عشوائي، بتاخذي عم بصير بشرتك جافه. والبشره الجافه يعني نحن ما فينا يعني ما فينا نستهتر بالموضوع، على انه البشره الجافه بتؤدي لشيخوخه مبكره. يعني نحن وقت تصير عندنا هذا الجفاف والتشققات بالبشره، محل كل شق بالبشره بصير عندنا خط، وهذا الخط بياثر بالمستقبل للشيخوخه المبكره. يعني بتلاقي ناس يعني عمرهم بالثلاثينات وبالاربعينات وعندهم تجاعيد قويه، سببها بصراحه هو انه نحن بنكون عم نعمل شغلات نحن مو حاسين انه نحن عم نضر حالنا يعني. طيب خلينا نحكي عن الأخطاء الشائعة اللي يمكن بتقوم فيها الصبية اللي عندها بشرة جافة ولازم ما تعملها، أو يمكن بتأثر بشكل كثير سلبي على بشرتها. يعني هي أحيانا بشرتك جافة بيقولوا لك روحي مثلا حطي جليسيرين، حطي فازلين، بتروح بتحط الفازلين وبتطلع على الشمس بتحرق حالها. يعني بتكون نحن كمان مثل ما قلت لك بنكون موضوع بشرة جافة، بنصير بشرة متصبغة. يعني كمان احنا بدنا ندير معنا حطي واقي الشمس وطلعي على الشمس، كمان بتحرق حالها، بصير عندنا تصبغات زياده. موضوع الواقي الشمسي كل مره انا بقول انه لازم تحطي الواقي لمده ربع ساعه تمتصه بشرتك، تمسحي كل شيء زايد وتطلعي على تتعرضي يعني للشمس، او اذا بتطلعي للشمس بس يفضل انك ما تتعرضي للشمس بشكل يعني مباشر. دائما حطي كمامه، حطي نظاره، حطي على راسك طاقيتك، حاولي انك انت ما تعرضي حالك للاشياء اللي هي بتضرك. مثل ما قلنا من شوي المي السخنه
السخنه كمان بالحمام، حاولي ما تخلي المي السخنه تضرب على وجهك، خلي المي السخنه تجي، حاولي دائما تدوشي بمي فاتره، ما تخلي المي السخنه تجي على وجهك. نعم. كثير بنلاحظ ظهور يمكن انواع عديده او طفحات على الجلد، منها اكزيما، منها صدفيه، ومنها انواع عديده امراض جلديه، منها المعديه ومنها لا. خلينا نحكي يمكن من شو منشا هي الطفحات الجلديه وكيف بتتعالج، يمكن هي صعبه العلاج فعلا. وامراض الجلديه هي اذا في علاج هو طويل الامد مثل ما بنعرف. فعلا هي مرض الصدفية والأكزيما هن مرضين مناعيين بحتين يعني، وبتعلقين بشكل مباشر بالبشرة الجافة. الصدفية هي فينا نقول هي مرض نفسي أكثر، هو مرض مناعي نفسي، والأكزيما نفس الشيء كمان. هلا كيف بدنا ندير بالنا أو كيف نحن ما كيف ما نتأثر بالأكزيما أو كيف نحن بدنا ندير بالنا؟ لازم دائما نبعد عن المستحضرات المنزلية اللي هي مثلا الكلور، الهايبكس، السائل. هلا كثير اطفال بيتعرضوا للاكزيما مع انهم هن اطفال بس هن ما بيكونوا عرفانين. هلا ابنك بيكون حابب ينظف حاله، بوقف على المسرح بحط الصابونه، بتكون كمان الصابونه فيها تركيبات كحوليه قويه او كيميائيه، بيمسك الكيميائيه، بيمسك صابونه وبيغسل، هو فكره انه هو عم يستفيد، هو بالعكس عم يضر حاله. يعني لازم نبعد عن كل شيء كحولي، عن كل المستحضرات الكيماويه، لانه هي السبب الرئيسي المحرض لهذا الشيء، هو سبب مناعي كمان، مثلا سبب وراثي، الحمل والولاده كمان، التغيرات الهرمونيه، كلها هي بتاثر على الجلد. طيب خلينا، يمكن كثير من الصبايا والسيدات عم يتابعونا ويمكن ما فيهم يروحوا على مراكز تجميل او يستشيروا اطباء جلديه، لانه اليوم عم نشوف تكلفه عم تكون عاليه. في ممكن بعض الخلطات اللي تعملها الصبيه لبشرتها الجافه بالبيت لتعطيها شويه ترطيب لتحافظ عليها وتحميها؟ ايه طبعا، هلا في عندنا الافوكادو، عندنا الخيار، عندنا هي كثير تركيبات حلوه. مثلا بنجيب قطعه افوكادو بنهرسها، بنحط لها شويه زيت اللوز، بنحط كماسك على بشرتنا. الخيار كمان بنهرسه بنحطه مع شويه كمان زيت جلسترين، كمان بنحطه على بشرتنا، كثير بيساعد انه نحن بنخفف وبنعطي ترطيب. نحن لانه سبب الجفاف بيكون عندنا في ماده اسمها هايلورونيك اسيد، هي بتكون تركيب اساسي من تركيب الجلد، بيكون خفت كثير عنا وبطل الجلد يترطب. عشان هيك احنا لازم نجيب هاي التركيبات او الخلطات ونحطها على بشرتنا، نحط زيت اللوز، جليسيرين، مثل ما قلت انه بنحط للفازلين بس بالبيت، يعني ممنوع نطلع بالشمس، كل شيء مرطبات، بانتينول، كل هاي القصص بتحطيها بتحاولي انه انت بشرتك تضل رطبه يعني. نعم. خلينا نحكي عن العامل الاساسي لرونق البشره وهو الغذاء السليم، الخضار، الفواكه، شرب المياه. اليوم قديش علاقه البشره مع الغذاء؟ هي لازم تكون علاقه منيحه، تغذيه ممتازه، لحتى يمكن كمان امراض المعده بتأثر وبتطلع طبعاً ضمن حبوب على البشرة. خلينا نحكي بنقطة الغذاء. طبعا هلا موضوع الغذاء هو اساسي، انك انت تديري بالك على موضوع غذائك. هلا بالنسبه للبشره الجافه، الاغذيه اللي هي بتفيدنا، عندنا البطاطا الحلوه، عندنا الاسماك بكل انواعها، الطونه، السردين، في تركيبتها اوميجا 3، في عندنا كمان الموز، كمان في مجموعه فيتامينات، وفي عندنا الليمون، البرتقال، فيتامين سي، كلها هي بتساعد انه احنا تعطينا بشره نقيه وغنيه بالفيتامينات. بالختام نصائح عامة لكل الصبايا والسيدات للحفاظ على بشرتهم في ظل فصل الشتاء. أول شيء بحب أقول لهم أنه حبوا حالكم وحبوا بشرتكم واعتنوا فيها، كتروا شرب مي، خلطوا المي مع الليمون، حطوا شرحات ليمون مع المي واشربوا كل يوم 3 لتر مي، ديروا بالكم على حالكم. تمام، شكرا كثير لك جيهان.